وسط فرحة عارمة من الأهل والأقارب والأصدقاء، احتفل عمرو الأحد 27/6/2021، عمرو ده حفيد النجم الكبير يوسف شعبان، وهو كمان ابن سيناي، ابنة نادية إسماعيل شيرين اللي هي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق. وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة صور من كواليس حفل الزفاف الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور كبير من العائلتين وعدد من الأصدقاء والمقربين. وزي ما احنا شايفين في الفيديو الفرحة، وألف ألف مبروك، وشهرت الساعات القليلة الماضية انتشار عدد كبير من الصور للعروسين عمرو وهايدي في حفل الزفاف الضخم الذي بدأ أمام أحد حمامات السباحة في الفندق، وبعد كده انتقل للقاعة الرئيسية في زفة ضخمة للعروسين. ظهرت العروس في بداية البث المباشر الذي تداوله بعض الحاضرين، وهي بتدخل قاعة الحفل في يد والدها اللي سلمها لعريسها وسط تصفيق من الحاضرين. طبعا معروف إن النجم الكبير الراحل يوسف شعبان اتجوز من نادية إسماعيل شيرين بنت الملك فوزية اللي هي بنت فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق، وأنجب يوسف شعبان من نادية إسماعيل شيرين بنته الكبرى سيناي اللي هي ابنها بيتجوز امبارح. ألف ألف مبروك. وهنشوف برضو أسرار غريبة قالتها سيناي عن والدتها ووالدها أعتقد ما تعرفوهاش. حلت سيناي ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان ضيفة في برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة أون الأحد 7 مارس 2021، وكشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم قائلة: والدي كان عاوز اسم وطني مصري أصيل، وأنا مصرية وبحب بلدي جدا. وأضافت سيناي يوسف شعبان الابن الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان وحفيدة الأميرة فوزية، قالت: سبب تسميتي بهذا الاسم يعود لوطنية والدي لتزامن ميلادي مع حرب أكتوبر المجيدة في 10 من أكتوبر 1973. وتابعت: كان أبوي عاوز اسم مصري أصيل لي عشان أصولي من العائلة المالكة، وأنا شخصيا مصرية جدا وبحب بلدي جدا. واختار نطق سيناي عشان العائلة ممتدة في بلاد كثيرة عشان يكون الاسم انترناشونال وحتى تكون سهلة النطق. ومشكلتي في مصر إن اسمي بينطق خطأ، عشان كده بسهل عليهم الأمور وأقول لهم قولوا سيناء. وحول بداية قصة التعارف بين يوسف شعبان ووالدتها نادية شيرين، قالت: كانت صدفة في احتفال في الجامعة الأمريكية، وكانت هي في سنة أولى من دراستها بالجامعة، ونشأت قصة حب بينهما، وماما كانت حلوة جدا وبابا كان بيحب الحاجات الحلوة، ووالدتي بطبعها كانت خجولة، فبادر والدي بالكلام ومبادلتها بالمشاعر وفاجأها بطلب الزواج. فقالت له: أفكر. فأجاب: تفكري إيه، تتجوزيني من غير كلام. وحدث الزواج فعلا، واستكملت سيناي تزوجها في عام 1971، وواجهها في قصة حبهما وزواجهما في البداية رفضا من عائلة والدتي عشان التكافؤ في الحياة. والدي راح اتقدم لجدي اسماعيل باشا شيرين اللي هو كان اخر وزير حربية في عهد الملك فاروق، وكان جدي برضو من العائلة المالكة، كون امه اميرة من اميرات اسرة محمد علي.
وتابعت والدي اتقدم لجدي في اسكندرية في سموحة، ولكنه رفض وقال له مش هينفع عشان فرق السن كان كبير بين والدي ووالدتي، وكمان كان والدي وقتها بقى فنان مشهور. لكن والدي ووالدتي أصر على إتمام زواجهما، ولما سألتها مرة حبيتيه ليه؟ قالت لي كان حلو وكلامه حلو جدا، لأنها كانت طيبة قوي وصغيرة وقت تقدمه للزواج منها. وكشفت سيناي شعبان عن أسباب انفصال جدتها من زوجها الأول شاه إيران، رغم علاقة الحب الكبيرة التي جمعتهما لسنوات. وتابعت سيناي شعبان قائلة: الأميرة فوزية قعدت سنين مبسوطة جدا، بس في الأواخر بدأ ينشغل عنها كتير، وهي كمان ما كانش ليها حد جنبها. كل ده خلاها تشعر بالوحدة، وبدأت تحدث مشاكل بينهما كزوج وزوجة، وانتهت بالانفصال. وأوضحت أن الشعب الإيراني كان يحب جدتها ومرحبا بها بشكل كبير، رغم أنها غير إيرانية ولا تجيد لغتهم، مشيرة إلى أنها تعلمت تلك اللغة بشكل سريع، حيث كانت ذكية للغاية ولكن في نفس الوقت خجولة. وأشارت إلى أنه بعد إنجاب الأميرة فوزية لابنتها شاهيناز من زوجها الأول شاه إيران، عانت كثيرا من الضغوط بسبب رغبة زوجها وأسرته في إنجاب ولد، ولافتة إلى أنها في هذا التوقيت طلبت العودة لبلدها، فلم يعترض زوجها، ولكنه أخبرها أن نجلته لن تعود معها. فحين عادت لمصر أخبرت شقيقها الملك فاروق أنها تريد الانفصال، وطلبت منه أن يساعدها على الطلاق. دي سيناي يوسف شعبان وهي بتحكي كل الكلام ده على قناة هن، وهنشوف بقى صور لجدتها الجميلة الأميرة فوزية كانت إمبراطورة، ونشوف أزواج يوسف شعبان وهل مصطفى شعبان ابنه. يتساءل الكثيرون عن العلاقة التي تربط الفنان المصري مصطفى شعبان بالفنان الراحل يوسف شعبان، وهل هو نجله أم ماذا؟ التساؤل ظهر جليا بعد إعلان خبر وفاة الفنان المصري يوسف شعبان الأحد 28 فبراير 2021 عن عمر يناهز 89 أو 90 سنة، متأثرا بإصابته بكورونا. وإليكم الآن الحقيقة كاملة، فإن الفنان مصطفى شعبان لا تربطه أي علاقة بالفنان الراحل يوسف شعبان، وأن اسمه بالكامل مصطفى محمود